متفائلين اولا بقوه اراده الجهه الشعبيه ومتفائلين بحكمه ورجاحه مسؤولي الجزائر، لان فعلا اليوم الجزائر تحتاج الى هبه شعبيه. ما لازمش حدث تاريخي مثل التحدث يروح مرور الكرام. احنا عندنا مواقف متقدمه مع فلسطين، مع القضايا العادله، فيه رؤيه مقاربه تحت وطني. لازم الشعب يكون قوي، جيش مهاب، اقتصاد فعال، وشعب عظيم يصنع الاراده.